هذا أشد عقاب ممكن تعاقب فيه النرجسي. أقول لكم النرجسي التعامل معه في طريقة يعني. ليش دائما أقول التعامل مع النرجسي يجب أن يكون بالتجاهل، تجاهل تجاهل تام تام تام، تجاهل بالمرة. طيب كيف تجاهل بالمرة؟ هل تجاهل الكلمة البسيطة هذه تؤثر فيه؟ طبعا. ليش؟ ليش التجاهل يؤثر بالنرجسي؟ لما أنا أعرف شنو حالة النرجسي، أعرف النرجسي. النرجسي هو شخص مضطرب يظن أن العالم وجد من أجله، يظن أن العالم مسخر كله من أجله. هذا النرجسي في مرض اضطراب في الشخصية، يظن أن العالم موجود من أجله، مسخر من أجله، حتى كل شخص يدخل حياته هو موكل بإسعاده. هذا النرجسي يظن نفسه محور الأرض ومن عليها. هذا النرجسي. شخص مثل هذا يظن أن المهم وأنه محور الأرض. هذا الشخص شو العلاج معه؟ التجاهل. لما تتجاهله هذا أشد عقاب ممكن تعاقب فيه النرجسي. من إنسان يظن أن الأرض ومن عليها مسخر لأجله إلى إنسان أنت بعينك يكون نكرة. هذا النرجسي. تعطون النرجسي أهمية يزيد، عباكم يتعالج، عباكم يبين بعينه، يعني أساعدك علشان تشفق علي، أبادلك الحب علشان تحبني، أعطيك علشان أرضيك، أضحي علشان تكون سعيد، أتنازل لك علشان ترضى علي. عمره ما راح يرضى عليك. هذا حياة النرجسي، راح يخليك العمر كله تتنازل وتضحي، تصبر عليه، تتحمله، ماكو فايدة. هذا حياة النرجسي. طيب شو العلاج؟ قلت لك التجاهل. باك اوف، ابعد عنه. العلاج الوحيد مع النرجسي أن تبتعد عنه، لا تعطيه أكبر من حجمه. هذه من صفات بعض النرجسيين، يعني اللي هو يعتمد اعتماد كلي على الطرف الآخر علشان تكون حياته يعني سعيدة.